ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما بخير، والفترة دي ان شاء الله تعدي على خير كده من غير اي مشاكل وتعدي بسرعة. النهاردة هنتكلم عن الوحدة ال11. الوحدة ال11 النهاردة بتتكلم عن الفحص النهائي للمنتج وتحديد العيب قبل التغليف. بس انا حابب قبل ما نتكلم النهاردة عن موضوعنا ان احنا نفتكر مع بعض الكلام القديم والمحاضرات القديمة بتاعتنا. طبعا احنا دلوقتي كمصنع او كمؤسسة بتعمل شغل كتصدير بره مصر او كتصدير جوه مصر، في كذا حاجة احنا اتعلمناها في الأول خالص، إن أنا ازاي بعمل منتج وبناء على إيه، المواصفات القياسية اللي أنا باخدها من العميل اللي أنا هشتغل على أساسه المنتج بتاعي، وازاي المنتج بتاعي هيطلع كويس بناء على كذا حاجة. أهم حاجة الجودة عندي، ازاي إن أنا أطلع منتج كويس بجودة عالية، ازاي إن أنا أشتغل في المنتج من بداية البترول، بعد كده بقص الخامة بتاعتي، بعد كده بخيط خطوط إنتاج. طبعا عندنا الجودة المرحلية بتاعت كل خطوة بنعملها في المنتج بتاعنا من بداية قص لغاية ما بداية خلاص نهاية إن هو بيغلف وبيروح للعميل نفسه. فكل الكلام ده المفروض إنتوا بتعملوا ريفريش لنفسكم، بتفتكروا بيه الحاجات المحاضرات بتاعتنا القديمة، لأن إحنا كجارمنت عامة أو كأي مادة في المادة اللي إحنا بندرسها هنا عاملين زي الرياضة. مادة الرياضة حاجات تسلسلية، يعني تراكمات. يعني انت لازم تبقى عارف من الاول خالص انا ازاي هشتغل واعمل حاجه معينه بناء عليه تتوابع بعد كده ورا منك، تمام؟ فانت المفروض ان انت تكون مركز قوي في المراحل دي. لو فهمت ازاي ان انا بشتغل خلاص مش هتحتاج مذاكره، اهم حاجه ان الحاجه تبقى في دماغك وفاهمها. فاحنا النهارده هنتكلم عن انا خلاص عملت المنتج بتاعي ومفروض ان انا بشطبه، بمعنى صح بشطبه خلاص في المنظر النهائي، انا خلصت منتجي وهغلفه وابعته للعميل بتاعي. ازاي بقى هبدأ في عملية التشطيب؟ احنا اتفقنا ان المنتج بتاعنا خلاص خلص واحنا بنعمل فيه اخر خطوات، الفينش الاخير بمعنى اصح. الفينش الاخير ده هو اللي في ايده يكبر المصنع بتاعك او المؤسسة بتاعتك، وهو اللي في ايده يوقعك خالص يخليك صفر. فاحنا ازاي نكبر من نفسنا او ازاي نكبر الشغل بتاعنا؟ هنعرف مع بعض دلوقتي. طبعا احنا بنبدأ المحاضرة بتاعتنا زي ما احنا متعودين مع بعض، ان هو احنا بنتكلم كمنطلق عام بنفهم مع بعضينا يعني ايه المحاضرة بتاعت النهاردة، وبعد كده بنتكلم في المحتوى العلمي بقى اللي هو بنحضر الكلام بتاعنا اللي احنا قلناه بالمنطلق العام، ازاي نخليه علمي وازاي ان احنا نشتغل فيه مع بعض، تمام؟ حابب قبل ما ابدأ في المحاضرة الجديدة بتاعت التشطيب نفتكر مع بعضينا المحاضرة اللي قبلها بتاعت الكي، والكي ده انا بستخدمه ليه وايه الاهميه بتاعته وايه الاجهزه بتاعته ويعني ايه كي اصلا، وانا بستخدم الكي ليه في المصنع بتاعي. احنا اتفقنا ان الكي ده انا بستخدمه عشان افرد القطعه المنبسيه بتاعتي من الكرمشه وبديها في الاخر الشكل النهائي بتاع اللي مطلوب ان انا اعمله. طب اهميته ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا كي مرحلي وكي نهائي. كي مرحلي ده اللي هو بيخش في وسط عمليه التحضير بتاعه المنتج او عمليه خط الانتاج، وليكن مثلا في الجيب انا هركب سوسته، فبالتالي انا هحضر الخامه بتاعتي قبل ما اركب سوسته على مسافات الخياطه واكوي. نفس الفكره في الديل بتاع المنتج نفسه، لازم ان انا بحضر الكي بتاعي الديل بتاع المنتج نفسه قبل ما بشتغله كذا مرحله على حسب المنتج محتاج ده ولا لا، تمام؟ الاجهزه بتاعت الكي احنا اتفقنا هي يعني طبعا اجهزه كتير جدا، والتكنولوجيا طبعا عملت اجهزه كتير، بس احنا هنتوقف على نقطتين بس معانا الترم ده. وانتوا برضو ورا راجعوا معايا بالملازم وبالبي تي اف والكلام ده كله. احنا بس هنقتصر الفترة دي على المكبس والمنضدة بتاعة الكي، تمام؟ طب ايه التقنيات بتاعة الكي بتاعة التقوية؟ طب هل انا بستخدم اي خامة تقوية مع اي خامة بتاعة المنتج، ولا كل حاجة وليها الخامة بتاعتها بتاعة التقوية بتاعتها؟ طب هل انا بكوي التقوية وخلاص، ولا بستخدم عملية الضغط في المكوة، ولا بعمل انسلوك؟ راجعوا وافتكروا معايا. احنا طبعا لازم نستخدم الضغط، ما ينفعش ان انا امسك الخامه واقعد اشد فيها، طبعا هتطلع لي المنتج بتاعه وحش، تمام؟ طب العامل المؤثر على الكي اتفقنا ان هي الضغط، حراره، زمن، بخار، الكلام ده كله افتكروه برضو. الكي الحياكات، هل انا بفرد الحياكات بتاعتي واكويها قبل ما بشتغل، ولا بشتغل على طول؟ المنتج بتاعي طالب ايه، تمام؟ كي البنسات، هل انا بكوي البنسه وخلاص في اي اتجاه زي ما تيجي معايا تيجي، ولا كل حاجة وليها حاجة؟ يعني مثلا البنسة بتاعتي في اتجاه اليمين مثلا وليكن في الجيب، بكويها في اتجاهها السليم، مينفعش إن أنا أكوي وخلاص في أي اتجاه. طبعا لو كويتها في أي اتجاه والخامة تقيلة مثلا هيدي لمعة عندي في الخامة نفسها من فوق، فأظهر يعني المنتج بتاعي في الآخر شكله بقى وحش، مفيش جودة. كل ده تتابعات عن الكي، عن إزاي إن أنا بشتغل صح أصلا.
طب كيك الكم ازاي بكويه؟ طب هل في حاجات مساعده للكي بتاعي؟ يعني مثلا بستخدم في الكم بكيه وخلاص على المنضده بتاعت الكي وترابيزه الكي وخلاص، ولا بحط حاجه عاليه الاول، سطح عالي زي مثلا المخده اللي احنا شفناها قبل كده بتاعت الكي نفسه، بحيث ان انا مثلا عايز الكم بتاعي منفوخ من فوق، هو الاصول يبقى كده. طب ازاي ان انا هكبيه كده؟ افتكروا برضو مع بعض المحاضره اللي فاتت، احنا كده بس بنراجع مراجعه سريعه عن الكي وايه اهميه الكي وايه المراحل بتاعه الكي وازاي ان انا بستخدم المكوه والعوامل المؤثره والكلام ده. يلا نبدا مع بعض يا اولاد مرحله التشطيب. بس انا حابب قبل ما نبدا محطه التشطيب افكركم ان احنا دلوقتي المنتج بقى في ايديا. خلاص انا خلصت المنتج، قفلته، طلعته من على خطوط الانتاج، عملت كل حاجه فيه، ناقص لي بس الخطوه دي اللي على اساسها هي اللي هتكبرني او هي اللي هتصغرني. بمعنى ان انت عملت المنتج وشكله حلو، الشكل النهائي بتاعه والمواصفات بتاعته تمام، وسماحات الحياكه بتاعتك تمام، والمنتج شكله جميل وكل حاجه فيه حلو تمام. طب انت دلوقتي لو ما اهتمتش بمرحله التشطيب وخلاص كويت وغلفت وان انت هتوديه للعميل نفسه تمام، وجه العميل فتحه وشاف ان المنتج فيه حاجات مش كويسه، مش متشطب، الفينش النهائي بتاعك مش حلو، هيعمل ايه؟ التشطيب ده هو اللي في ايده، يا اما يكبرك ويعليك في وسط السوق وفي وسط المصانع اللي حواليك الكبيره، وهو اللي في ايده ينزلك خالص زي ما اتفقنا في اول حاجه خالص احنا اتكلمنا فيها. طب انا ليه بشطب؟ او يعني ايه اصلا تشطيب؟ التشطيب ده انا بنضف الخياطات الداخليه وفتحات الرقبه بتاعتي. انا خلاص عملت المنتج، بس في اخر كل خط خياطه، اول كل خط خياطه دايما بتلاقي فيه خيط فتله اللي هي بدايه الغرزه ونهايه الغرزه، انا بنضف الحته بتاعتي، بشيل الخيط الزياده ده تمام، في الاكمام وفي تاني الديل وفي كل الخياطات بتلاقي خياط زياده، سواء بقى في الاوفر، سواء في السنجر، سواء في الاورليف، في اي خط خياطه بيبقى موجود في المنتج بتاعي بتلاقي فيه خيوط زياده. التشطيب هنا معناه ان انا بنضف القطعه بتاعتي، بمعنى صح بنضف القطعه بتاعتي تمام، سواء زراير، سواء عراوي، اي حته بتخش تحت المكنه دايما بيبقى فيها خيوط زياده تمام. فانا بنضف كل الكلام ده عشان المنتج في الاخر بتاعي يطلع نظيف وبجهزه لعمليه الكي. خلاص انا طلعت المنتج بتاعي في الشكل النهائي، بشطبه وبكويه بغلفه بوديه للعميل، خلاص كده انا خلصت المنتج بتاعي تمام. كم تؤثر مرحلة التشطيب في صناعة الملابس الجاهزة على الجودة؟ طبعا لو أنا عامل المنتج بتاعي وشكله جميل زي ما اتفقنا ومفهوش أي عيب بس مش متشطب، معنى كده إن الجودة بتاعتي مش كويسة، معنى كده إن هو هينزل لي في السعر بتاع المنتج نفسه لو أنت كمصنع كبير، أو هينزل من اسمك، يعني خلاص أنت شغلك حلو أه بس أنت مش مهتم بالفينش بتاعك تمام. طب ده بيختلف على أساس إيه؟ بيختلف على نوع المنتج تمام، وعلى سياسة الإنتاج بتاعة المصنع نفسه. هل المصنع يعني مدرك إن التشطيب ده مهم أو لأ؟ طب هل المصنع ده عنده مكن حديث زي اللي موجود عندنا كده في المصنع عندنا؟ مكن حديث بيقص خيوط الزيادة ولا لأ؟ كل حاجة وليها أساسيات بتبقى جوه المصنع نفسه. تمام؟ دايما حط في اعتبارك إن دايما بيبقى في علاقة طردية ما بين الدقة بتاعتك والجودة بتاعتك وما بين إن أنت عملت ربح وعملت مكاسب، سواء كانت فلوس او سواء كانت عليت من مستواك وسط مصانع كبيره. انت لو عملت كده وشطبت كويس والجوده بتاعتك كويسه ومفيش عيب في المنتج عندك ومفيش اي سماحيات من اللي انت عملتها في الاول خالص، احنا اتفقنا ان في مواصفات كاسيه بتجيلك بتعمل على اساس المنتج، بيبقى مسموح لك ب5% خسائر في الجوده مثلا، كمثلا نص سنتي زيادة أو ناقص الحاجات دي كلها. طب أنت لو عملت المنتج بتاعك من غير ما تعمل فيه حاجة غلط كعميل، هنتكلم دلوقتي أنا كعميل اتفقت مع مصنع أنا عايز الحاجات 1 2 3 4، طب أنت لو عملتها 3.5 هقبل منك الشغل حلو، بس مش خلاص ممكن ما تعملش معاك تاني أصلا، خلاص شكرا أنا علمت عليك. طب أنت عملتهم لي 4 بالظبط زي ما أنا كنت عايز بالظبط، لا انت كده هديك شغل كتير، هعلي اسمك وسط السوق بتاعنا وسط المنتجات بتاعتنا، هتبقى براند معنى صح تمام. فدايما بيبقى في علاقه ما بين ان انت الجوده بتاعتك كويسه الدقه بتاعتك عاليه، خلاص انت كده هتربح هتزيد في وسط السوق بتاعك تمام. طب ايه الانواع بتاعت التشطيب بتاعتي؟ طبعا التكنولوجيا لما نزلت في مجالنا بقى في تشطيب يدوي، بقى في سوري تشطيب الي وتشطيب يدوي.
تشطيب الآلي ده هو تشطيب الأداة، بس مكن هو اللي شغال مش عامل. تمام، تعالوا مع بعضينا نشوف الموضوع ده. أنا عندي هنا في التشطيب الآلي أنا عندي مكنة. تمام، المكنة دي إيه وظيفتها؟ وظيفتها إن هي بتشيل الخيط الزيادة اللي موجود في المنتج. بمعنى أنا دلوقتي عملت المنتج بتاعي وفيه في الآخر خط هوفر في نهاية الديل بتاعي وفي نهاية الجنب بتاعي. تمام، بعمل إيه؟ بمسك الخيط وبمسك القطعة نفسها وبقربها من المكنة. المكنة دي فيها زي سنون أو شفرات موجودة في الأول خالص زي ما أنا هوريكم الفيديو دلوقتي، وفي نفس الوقت فيها كومبرسر بيشفط الهواء. بيشفط ده ليه؟ بيشفط عشان ياخد الخيط الزيادة بتاعي ده أنا خلاص مش محتاجه. تمام، طب هي إيه؟ هي ماكينة قص خيوط. تمام، بتستخدم في قص خيوط الزيادة زي ما إحنا اتفقنا في خطوط الحياكات، كل خط خياطة إحنا اتفقنا إن يبقى فيه خيط زيادة. هي دي وظيفتها، إن هي بتشيل الخيط الزيادة ده. تعالوا نتفرج كده مع بعض ونشوفها. عندي النوع التاني من مكنة التشطيب، مكنة إزالة الوبر. المكنة دي إيه فايدتها أو بتعمل لي إيه في الآخر؟ في خامات زي ما إحنا عارفين زي خامة الميلتون زي الفرو زي كذا خامة بتبقى موجودة عندنا في شغلنا، دي بيبقى فيها من جوه وبرة. الوبرة اللي هي أصلا أساسها إن هي بتدفي الإنسان، اللي هي بتستخدم في زي ما قلنا الميلتون والفرو وممكن الصوف، الخامات الشتوية. طب ازاي ان انا بتخلص من الابره دي؟ عندنا جهاز هنشوفه دلوقتي في الفيديو ده، فيه جهاز شفط هواء. بتمسك المنتج بتاعك او بتمسك القطعه بتاعتك قبل بعد ما تخلص شغل، وهي الهواء بتاعها ده بيشيل الوبر اللي موجود جوه الخامه نفسها. تعالوا نشوفها كده مع بعضينا. طيب يعني ايه بقى التشطيب اليدوي؟ احنا اتفقنا خلاص المكن بتاع التشطيب في عندنا مكانتين. طيب التشطيب اليدوي بقى اللي هو القديم بقى. طبعا في مقصات، بس مش اي مقص انا بقص بيه الخيط الزياده. ليه؟ كل حاجه وليها الادوات المناسبه ليها، كل حاجه وليها ادواتها الخاصه بيها. ما ينفعش ان انا اقص فتله طولها 2 سم او 3 سم بالمقص اللي انا بقص بيه القماش نفسه. اي غلطه هتحصل هتلاقي نفسك قصيت الخامه نفسها، قصيت المنتج نفسه كصدر او كظهر. تمام، او الخياطه نفسها اللي انت عايز تقصها هتلاقيك نفسك بتقص الخيط وفي نفس الوقت بوظت المنتج بتاعك، مش هتعرف ان انت تتحكم بده. فعشان كده هم عاملين القصافات اللي هو مقص التشطيب زي اللي عندنا في المصنع اللي احنا بنستخدمه. طب احنا ليه ما بنستخدمش الكبير؟ زي ما قلت لك لو استخدمت الكبير هتبوظ المنتج نفسه، فخلاص انت اشتغلت وبوظت ملهاش لازمه. طيب ايه بيشتغل ازاي المقص ده؟ طبعا بيبقى عندنا عامل، العامل ده مسؤول اصلا عن عمليه التشطيب، هو شغلته في المصنع ان هو بيشطب. اول حاجه بيعملها ان هو بيقص خيط الزياده بعد كل مرحله. تمام، خلاص انا خيطت حته وخلصتها بمسك الخيط وبقص. بعد كده بيشطب القطعه نفسها كجزء نهائي بقى. خلاص انا دلوقتي هروح اكويها، قبل ما اكويها بمسكها احطها على الترابيزه وافردها واقص زي ما احنا اتفقنا في الاول خالص، بنقص عند الكمام عند الزراير عند العراوي عند فتحات الرقبة عند خط الكتف، على أي خط أنا عملت فيه خياطة بقص الخيط الزيادة من أول الخط وآخر الخط. تمام، طب الأدوات اللي أنا بستخدمها في الموضوع ده، عندي أول حاجة مقص خيوط ذو شفرات منحنية. يعني إيه شفرات منحنية أو ليه شفرات منحنية؟ عشان أعرف أتحكم في قص الفتلة. تمام، بيستخدم المقص لقطع الخيوط المتبقية من المنتج النهائي زي ما احنا اتفقنا، وبتفادي الشفرة المنحنية لإتلاف القماش. طب طبعا لو الشفرة دي مدببة مش منحنية، يعني لو ليها بوز وأنا جيت أقص الخامة بتاعتي مثلا لو خفيفة زي البيكة وأنا جاي أقص هتلاقي سند المقص نفسه دخل جوه الخامة بوظها، عمل لي فتحة ما بين النسيج، باظت الخامة باظت القماشة باظ المنتج نفسه. أنا بمسكه ازاي المقص ده؟ المقص ده بيبقى فيه فتحة واحدة، بحط صباعي التالت جوه الفتحة دي وبمسكه وأكون متمكن منه. مينفعش إن أنا أمسكه من غير ما أحط صباعي التالت ده،
مش هعرف اتملك منه، فممكن يبوظ لي المنتج نفسه زي ما احنا اتفقنا في الاول. ده طبعا النوع التاني بتاع المقص، هو نفس الاستخدام، بس الفرق ما بين ده والتاني ان ده فتحتين بتمسكه بنفس الطريقة بتاعة المقص الكبير اللي انت بتقص بيه القماش، لكن في الحالتين هما الاتنين نفس الاستخدام. يعني في طرفين منحنيين عندنا في المقص نفسه مقصنين، دول ليه صغيرين او ليه من مساحتهم السن بتاع، يعني مثلا الطرف المسنون بتاع المقص بتاعه مش كبير زي ما انت فاهم ان هو لو كبير وانت ما خليتش بالك في قص الخيط تلاقي نفسك غصب عنك قصيت الخياطة بتاعتك، قصيت مسافات الخياطة بتاعتك، قصيت المنتج نفسه، فطبعا بوظت القطعة نفسها فخسرت، فما ينفعش. فعشان كده كل حاجة زي ما اتفقنا ليها استخدامها. تمام. النوع التاني من المقص هو نفس الاستخدام نفس كل حاجة، بس الاختلاف ان المقص ده فتحتين بمسكه زي ما بمسك المقص بتاعي الكبير، بدخل صباع الإبهام والصباع الأوسط في الحلقة بتاعة المقص اليمين والشمال، وده بيخليني متمكن أكتر من المقص، لو أنا مش هعرف أتمكن من المقص التاني. تمام. نفس الموضوع، لازم تكون شفرة منحنية مش مدببة، المدببة هتبوظ الخامة نفسها، عشان كده بتكون منحنية. نفس الطريقة بتاعته، نفس الاستخدام، نفس كل حاجة، اختلاف بس إن ده فتحتين مش فتحة واحدة. طب أنا إيه أهمية التشطيب عندي؟ اول حاجه انا بشيل الوبره اللي موجوده في المنتج نفسه، تاني حاجه بقص الخيط الزياده اللي موجود في خيط الحاجات بتاعتي زي ما اتفقنا، تالت حاجه بطلع المنتج بتاعه بشكله النظيف قبل ما اكوي واغلف، يعني ده دي اخر مرحله يعتبر قبل الكي والتغليف، يعني اهم مرحله، يعني هي اللي في ايديها تظبط المنتج وتخليه حاجه كويسه جدا، وهو اللي في ايديه يبوظ شكل المنتج لو انا ما اهتمتش بالتشطيب بتاعه. طب لو ركزنا في الفيديو بتاعنا ده هتلاقي كذا حاجه. طبعا لو تفتكروا في المحاضرة بتاعت الجودة في نهاية المحاضرة احنا اتفقنا ان احنا عشان نشوف الجودة بتاعتنا النهائية بنمسك المنتج نفرده على ترابيزة ونشوف نشوف العيب اللي فيه ايه. يعني انت لو ركزت في الفيديو اول حاجة هتلاقوها ان هما بيفردوا القطعة بتاعتهم مفرودة قدام منهم على الترابيزة، كل حد من العمال ماسك مقص تشطيب بيشوف الخيط الزيادة فين، يمين شمال، خط الكتف فين، خط الجنب فين، اللياقة بتاعتي عاملة ازاي، بيشوفوا بالمرة. يعني هما بيقوموا بمرحلتين النزل، مرحلة الجودة النهائية ومرحلة التشطيب. تمام. وبيشطبوا المنتج وبتشوفوا ان هو بيحطوه فين وازاي والسرعة في الوقت بتاعهم بيعملوها ازاي. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. نركز هنا بقى مع بعض أهمية التشطيب. أول حاجة أنا بشيل الوبرة اللي موجودة في المنتج باستخدام إيه؟ باستخدام ماكينة إزالة الوبرة اللي إحنا شفناها في الأول خالص. تمام. طيب تاني حاجة أنا بقص الخيط الزيادة في الحياكات، في كل خط خياطة أنا بقص الخيط الزيادة في الأول خالص وفي الآخر خالص، في أول الخط وفي آخر الخط. تالت حاجة بطلع المنتج نظيف جاهز للمكوى والتغليف، أنا خلاص خلصت منتجي بشطبه بظبطه بشوف الجودة بتاعتي النهائية عاملة إزاي، وبعد كده بكوي وبغلف. طب أنا دلوقتي وأنا أثناء عملية الجودة بتاعتي إن أنا بعمل جودة نهائية للمنتج في حاجة فلتت مني ما ركزتش عليها، يقوم بقى العامل بتاع التشطيب نفسه وهو بيفرد القطعة نفسها على الترابيزة ممكن يلمح حاجة فلتت من بتاع الجودة، فبتاع التشطيب برضه بيكون عليه أساس وعليه شغل زي بتاع الجودة بالظبط، لأن هو آخر حد بيمسك القطعة قبل ما بتتكوي، فبيكون مركز أوي في موضوع القطعة بتاعتي عاملة إزاي، طب هل فيها بقع زيت؟ طب هل في خياطة نفسها والعامل بيخيط في أثناء عملية تجميع القطعة؟ هل في غرزة فلتت منه في خط الخياطة ده ولا لأ؟ تمام؟ يعني لو فلت حاجة من بتاع الجودة بيجي بتاع التشطيب يركز عليها برضه، خلينا برضه متفقين على النقطة دي. طيب هل العمال بيشتغلوا خلاص؟ يعني بيشوفوا القطعة كده ويمسكوها ويكبروا دماغهم من الخيط ده؟ طبعا لو عملوا كده الشغل باظ منه، المصنع نفسه سمعته باظت بسبب عامل. طيب طبعا الناس دي لازم يكونوا جاهزين لابسين كمامات عشان خاطر الخيوط دي ممكن ما تكونش نضيفة مثلا، أو الوبر لو في وبر. بيكون دايما لو ركزتوا في الفيديو كل عامل ماسك المقص سواء المقص بفتحة أو المقص بفتحتين. تمام. وبيمسك القطعة بيفردها قدام منه على الترابيزة بحيث إن هو يبقى شايفها من أولها لآخرها ما يكونش فيها كرمشة، ويمسك خط خط يشوفه من بره ومن جوه. يعني إيه من بره ومن جوه؟ أنا عندي مثلا خط الديل، هتركزوا وتشوفوا خط الديل عامل إزاي، بيمسكه مرة من بره من وش الخامة من وش القماش نفسه قدام مني عامل ازاي، هل الخيط ده معوج ولا لا، طب في خياط زيادة في الأول وفي الآخر ولا لا، بيقوم شايفه من جوه. تمام.
نفس الموضوع في الكم، نفس الموضوع في الرقبة، نفس الموضوع في البدج. لو البدج ده عامل تطريز أو معمول بالتطريز هتلاقي دايما في خيط زيادة فيه، فبيقص الخيط الزيادة. هو بيعمل كل ده ليه؟ بيعمل كل ده بحيث إن هو يظبط القطعة بتاعته ويطلع القطعة في شكلها المثالي قبل ما تتكوي، بحيث إنها خلصناها هنا أهو خلاص تروح للكوي بتاع المكوى يكويها يغلفوها وتطلع بره، خلاص المنتج بتاعك خلص. طبعا كل حاجة وليها معاييرها. طب أنا دلوقتي عايز أعمل جودة للعامل اللي واقف بيشطب، في عندي معايير للكلام ده. أول حاجة أنا بتأكد من تشطيب جميع الحواف. يعني إيه جميع الحواف؟ يعني أنا مينفعش إن أنا مثلا أعمل الديل وما أعملش، مثلا لو هعمل الديل بتاع الكم ما أعملش ديل في كم والكم التاني أسيبه، ما ينفعش. أو الديل نفسه بتاع المنتج النهائي بتاعي، سواء كان مثلا جيبة، تيشيرت، جلباب، ايا كان اسم المنتج اللي انا شغال فيه، التشطيب بتاعه واحد. التشطيب في اي قطعة ملبسية هو الاساسيات اللي انا شغال عليها. بخلي بالي ان الديل مثلا بتاع المنتج ده اوله زي اخره، مفيش خيط هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، مينفعش. لازم المنتج بتاعي في الاخر يطلع تمام، بيرفكت. تمام، عندنا في الصورة هنا عدم تشطيب جميع الحواف، يعني شايفين هنا هتلاقوا هنا خط خياطة، خيط ملوش لازمة، ما يتشال يتقص اهو. شايفين هنا مفيش اي حاجة، يبقى هنا دي صح، لان مفيش خيوط زيادة، خلاص انا عملت المنتج بتاعي وشطبته. طيب ايه تاني حاجة عندي في المعايير بتاعة التشطيب؟ تاني حاجة انا بتجنب التنسيل بتاع القماش. يعني ايه تنسيل؟ انا عندي نهاية الخط بتاعي بتاع القماش نفسه في تنسيل، فده طبعا بتبقى مشكلة كبيرة جدا، فالمفروض ان انا بتأكد ان مفيش نوع من التنسيل ده في القماشة نفسها في المنتج نفسه. تمام، تالت حاجة بتأكد إن مفيش خيط زيادة. احنا عاملين التشطيب ليه أصلا؟ عاملين التشطيب عشان مفيش خيط زيادة، أنا بقص كل الخيوطات الزيادة اللي أنا عاملها في الخياطات بتاعتي. تمام، تاني حاجة عندي في موضوع المعايير بتاع التشطيب، معايير جودة التشطيب، تجنب تنسيل القماش. بمعنى أنا عندي خامات بطبعها إن هي بتنسل، فبعمل إيه عشان أمنع التنسيل ده؟ بعمل أوفر خط الخياطة بتاعتي اللي هي السرفلة اللي هي الأوفر. تمام، وعلى حسب المنتج بتاعي وعلى حسب المواصفات بتاعتي، هل الخامه بتاعتي محتاجه اوفر ولا لا. طيب انا دلوقتي لو عملت الاوفر بتاعي وما قصتش وما اهتمتش ان انا اقص اخر الخط بتاعي نهايه الاوفر بتاعي، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الخط بتاع الجنب بتاعي مقفول، تمام مفيش اي مشكله. بس انا لما اجي اتني الديل على خط الاوفر بتاعي هلاقي ايه؟ هلاقي ان فيه زيادات في الخيط. الزيادات في الخيط دي بوظت لي شكل المنتج، اصبح ان الديل متني والخط مقفول عليه مظبوط بس في زيادات. الزيادات دي لو ما قصيتهاش بوظت لي المنتج كجوده، هينقص مش مظبوط معايا، فعشان كده لازم اقص الخط بتاع الاوفر بتاع النهايات بتاعه. عندنا هنا في الصوره اللي على اليمين موضح لك الخط الزياده، الصوره الشمال مفيش خط زياده، معنى كده ان الصوره الشمال هي اللي مظبوطه. رقم 3 عندي بتاكد من عدم وجود خيط زياده، زي ما اتفقنا في اول نقطه الحواف، يعني لازم المنتج بتاعي من اوله لاخره ما يكونش فيه خيط. طب انا دلوقتي في الديل بتاع المنتج نفسه وليكن مثلا تيشيرت، قصيت كل الخيوط زياده في كل حته، وجيت في اخر المنتج نفسه خلاص انا عارف ان هو ما فيهوش خيط، فسلمته على اساس كده اتكوى واتغلف وراح للعميل، وفي الاخر اكتشفت ان في خيط، فاصبح ان المنتج بتاعي مش مظبوط، الجوده بتاعتي مش كويس. عشان كده بتاكد ان ما فيش اي خيط زياده في اي حته في المنتج نفسه. عندنا الصوره اللي على اليمين موضح لك ان في خيط زياده، الصوره الشمال ما فيهاش خيط زياده. تمام، لازم نركز قوي في المراحل دي كلها وفي المعايير بتاع جودة التشطيب في كل خط خياطة في المنتج نفسه ما يكونش فيه خيط زيادة. انا عندي اخر حاجة هنا في المعايير بتاع التشطيب بتاعي بتقول لي عدم حدوث قطع في القماش نتيجة تشطيب غير جيد. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما احنا اتفقنا ان كل حاجة في المجال بتاعنا وليها الادوات بتاعتها. احنا اتفقنا فوق في المقصات ان انا ما ينفعش اشطب بمقص كبير او المقص اللي انا بقص بيه القطعة الملبسية نفسها. طب انا لو عملت كده مش هعرف اتحكم في اللي انا عايزه. انا زي ما اتفقت معاكم ان الخيط بتاعي الزياده ده بيكون حوالي 2 سم او 3 سم، فانا لو هقص مقص كبير طبعا غصب عني هيفلت
وهقص حتة من المنتج نفسه، ده طبعا ما ينفعش، باظت القطعة الملبسية بتاعتي، كل اللي أنا عملته واشتغلته ده باظ. طب ما هو ممكن برضو يتقص مني في المقاس الصغير، ده طبعا بيفرق على العامل اللي شغال ماسك القطعة ازاي، ماسك الفتلة ازاي اللي هو عايز يقصها، ما يكونش ماسك الحتة نفسها وعايز يقص كده وغصب عنه، وهو ماسكها يكون في حتة من الخامة نفسها، من الصدر نفسه أو من الظهر نفسه. عايزكم تتخيلوا معايا إن أنا هشطب المنتج بتاعي وأقص خيط في نهاية الديل بتاعي، لازم إن أنا أكون ماسك وشايل الخيط، أنا شايف الخيط نفسه هو اللي في وشي، فأنا ماسك الفتلة نفسها وبقص، مينفعش إن أنا أكون ماسك المنتج نفسه وأجي أقص أقصها غلط، إلا بقى لو أنا ماسكها صح. فده كله بيختلف على الجودة وعلى العامل نفسه اللي شغال. تمام، طبعا هنا في الصورة بيوضح لك إزاي إن في هنا في مشكلة في القماش نفسه، والناحية التانية المفروض إن أنا أوصله إزاي وأشتغل إزاي بالطريقة بتاعتي. تمام، أهم حاجة عندي بقى في المعايير بتاعة الجودة بتاعة التشطيب، طبعا كلهم مهمين بس عايزين نركز في موضوع عدم حدوث قطع في القماش نتيجة التشطيب الغير جيد. طبعا إحنا اتفقنا إن أنا لو استخدمت مقص غير المقص بتاع التشطيب القطعة باظت مني، لو أنا معرفتش أمسك القطعة مظبوط القطعة باظت. لو أنا بستخدم المقص المدبب بتاع التشطيب، بس مدبب عشان كده بيعملوا مقاسات التشطيب كلها منحنية، أحرف بتاعتها منحنية، لو هو مدبب وأنا شغال في خامة خفيفة باظت، الخامة باظت. تمام، عشان كده أهم حاجة إن أنا بركز أنا ماسك الفتلة بتاعتي إزاي أو بقص وبشطب إزاي، مينفعش أمسك الحتة كلها عشان أقص فتلة صغيرة، ما أنا مش شايف إيه اللي تحت المقص، أنا ماسك المقص ومش شايف إيه اللي تحت، فجيت قصيت عشان أقص الفتلة فقصيت الجسم نفسه، قصيت حتة من الجسم فالجسم باظ، فعشان أعالجه بقى اضطر إن أنا أقص صدر أو ظهر على حسب الحتة اللي باظت مني، عطلة، المنتج باظ، مفيش جودة، المصنع خسر، خسرت اسمك في السوق بسبب إن أنت عايز تقص فتلة ومعرفتش تقصها عشان ما استخدمتش الأداة المخصصة للموضوع ده. تمام، عندنا في الصورة اللي على اليمين حدوث قطع في القماش نتيجة التشطيب الغير جيد، سواء إن أنا استخدمت مقص غير المقص بتاعي أو سواء إن أنا مش مركز وأنا ماسك أقص، قصيت حاجة كبيرة في الحاجة بوظت الدنيا. الصورة اللي على الشمال مظبوط، عدم حدوث قطع في القماش، يبقى أنا كده استخدمت المقص المظبوط بتاعي، مسكت القطعة بتاعتي بالشكل المظبوط بتاعي اللي يناسب ده. وهنا يا شباب نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، طبعا محاضرة حلوة جميلة سهلة مفيهاش أي مشكلة، بس على قد كل ده على قد ما هي محتاجة تركيز وفهم جامد قوي. ليه بستخدم التشطيب وهو التشطيب بتاعي؟ التشطيب بتاعي ليه أهمية ولا لأ؟ إيه الجودة بتاعتي؟ إيه المعايير بتاعت جودة التشطيب؟ كل الحاجات دي أسئلة طبعا سهلة لو أنت فهمت المحاضرة، مش هتحتاج إن أنت تذاكرها وهتحل الأسئلة بناء على الشرح اللي أنت فهمته مني. تمام، ولو في أي سؤال ممكن تسأل مفيش أي مشكلة، وبالتوفيق يا رجالة، توفيق يا شباب.